سنوياً ينفق المنتجون المليارات على صناعة الترفيه من أفلام ومسلسلات وإعلانات ولدى هؤلاء مفاتيح للنجاح، من بينها شركة نيورولفكس التي تصنع الأدوات القابلة للتحطيم في مشاهد العنف. الزميل رافي بوغسيان لديه التفاصيل. في هوليوود عنوان أساسي لابتكار الأغراض التي تدخل في تصوير مشاهد العنف، فما من ممثل سيقبل أن يضرب بمطرقة حقيقية حتى ولو كان دوبليرا، وعليه تصنع نيورول أفكس هذه الأدوات باحتراف بالغ. الشركة تعنى بالأدوات الضرورية للمؤثرات الخاصة، بحيث تزود المحتاجين بهذه الأدوات. في الأساس نصنع الأدوات القابلة للكسر أو تلك المكونة من المطاط الإسفنجي، وهي أشياء تستخدم في مشاهد تتضمن الاحتكاك مع ممثلين آخرين. تتطلب الأغراض التي تبتكرها الشركة مجهوداً مضاعفاً من الممثلين ليظهروا بأنهم تعرضوا للإصابة والألم، فهذه المنتجات مصنعة بدقة كي لا تلحق أذن بنجوم السينما. غالباً إذا كنت تمتلك قارورة زجاجية ستنكسر، أو كرسياً يتحطم على ظهر أحدهم، أو أنهم يتلقون ضربة على الرأس بأنبوب معدني، نعيد إنتاج هذه الأشياء بمواد أكثر أمناً كي لا يصاب الممثل بأي أذن. يظن البعض خطأً أن الزجاج القابل للكسر دون التسبب بالأذية مصنع من السكر، بينما يحذر من مواد بلاستيكية وأخرى صمغية هشة وخفيفة الوزن كثيراً، لكنها تنكسر تماماً كالزجاج وإن بشكل أسرع وأخف. غالباً يأتينا زبون يحمل معه مادة، مثلاً قد يكون كتاباً يحتاجون إلى رميه على رأس أحدهم، لذا نأخذ كتاباً حقيقياً ونصنع قالباً منه، ومن ثم يقوم موظفون بإعادة ابتكار وطلي النسخة المصنوعة من الرغوة المطفأة لتبدو تماماً كالكتاب الحقيقي. الأمر يتعلق بمطابقة الألوان وكل التفاصيل الصغيرة. قد يحتاج مشهد معين إلى زجاجة واحدة يكسرها البطل على رأس خصمه، لكن الشركة وبطلب من المشرفين على الفيلم تصنع 5 منها في حال اضطر المخرج لإعادة التصوير أكثر من مرة من أجل لقطة مثالية. رافي بوغسيان، العربية، لوس أنجلوس.